بعد أن سيطر ساورون على أريجيون واستعاد خواتمه 16، قدم 9 منها لسادة البشر، ويقال أن 3 من اللوردات النومينوريين لم يتم الكشف عنهم قد حصلوا على خواتم منها، ومنهم على سبيل الشك أحد أبناء الملوك، والذي أصابه ما أصاب بقية من حمله، سقط في الظل وتحول إلى شبح، ولكن هذا الساحر ابن الملك النومينوري كان أقساهم وأقواهم، وحمل أسماء عديدة أبرزها الملك الساحر، وهو ذاته كان سيد النازغول، لورد أنغمار، والذي سنراه وسنتعرف عليه قريبا. ولكن وكالعادة وقبل البدء، من واجبي أن أذكركم في كل مرة بضرورة الاشتراك في القناة. لا ضير من أن تشاركنا هذا المشروع بهذه المساهمة البسيطة. اضغط زر الاشتراك، فعل زر الجرس لتصلك أعمالنا، واضغط زر الإعجاب هنا في الأسفل. هل انتهيت؟ إذن لنبدأ مع حلقة جديدة من خواتم السلطة العصر الثاني. بالإضافة إلى الخواتم الثلاثة التي تم منحها للوردات الدونيداين، تم منح خاتم إلى سيد الأسترلينج، وبالتأكيد حصل سيد الهارادريم على خاتم، وآخر حصل عليه سيد القاند. وكل تلك العشائر من الحلفاء الأزليين لمورغوث ومن ثم ساورون. وفي الواقع لم يكن معروفا بالضبط من حمل تلك الخواتم التسعة، ولكن نعتمد الفرضيات. وتلك الخواتم التي أدخلت حامليها في دوامة سحرية حولتهم إلى أشباح يركضون بنهم خلف سيدهم الأوحد خاتم القوة. وإلى نومينور كانت قد جاءت سنة 1869، وقد بلغ الملك تار ميناستير من العمر 395 عاما. تلك السنة تم نقل الصولجان إلى ابنه ووريثه كريتان، ولكن المفارقة أن عملية نقل السلطة تمت بالإكراه، فقد أجبر كريتان والده الملك على نقل الصولجان إليه وتسليمه السلطة، وليصبح الملك الثاني عشر لنومينور تار كريتان. بعد أن بدا الملك منهكا متعبا وهو في أرذل العمر، ولا زال يتمسك بتاجه وعرشه وصولجانه. بعدها بأربعة سنوات بالضبط توفي الملك السابق تار ميناستير عن عمر 399 عام. وما حصل آنذاك في الواقع هو أن تار كريتان كان يقلل من شأن والده ومن طريقة تعامله مع ممالك الأرض الوسطى في سياساته بالتعامل معهم، الند للند أو رابطة الصداقة والاحترام المتبادل. نعم، لم تكن سياسات ميناستير تعجب ابنه التي كان يراها ضعفا وخضوع. كان يرى تار كريتان أن النومينوريين أعظم من أي شيء آخر على هذه البسيطة، وأنه لولا قوتهم لبسط ساورون سيطرته على الأرض الوسطى، ولكن دخولهم الحرب دفع ساورون نفسه للهرب وحيدا مشردا إلى أرضه في الشرق. وقد كان النومينوريين بالفعل سببا للجم ساورون عن الخروج غربا من جديد، فتار كريتان قام ببناء اسطول ضخم من السفن الملكية، وسيطر على شواطئه ثيرلاند، وبنى عليها مراكز كانت حصونا اكثر منها ملاذات. تطور الامر حتى بدأ النومينوريين باضطهاد الرجال والجان هناك ونهب تلك المناطق، حيث تم نقل كميات هائلة من المعادن والاحجار الكريمة الى نومينور. كانت حقبة تار كريتان بداية لظهور إشارات الشر في نفوس وعقول النومينوريين، وخاصة في البلاط، فقد خرجت للمرة الأولى أصوات تنادي بالإبحار إلى تول إريسيا وحتى إلى إلدمار أرض الخالدين، أصوات لم تتعدى الهمس، ولكنها كانت قد انتشرت أسرع من النار في الهشيم. في سنة 1986 ولد للملك حفيد هو ابن وريثه أتنامير، وقد سماه أنكليمون.
وقبل 6 سنوات من وفاة تار كليتان سلم الصولجان إلى ابنه أتنامير ليصبح الملك تار أتنامير الملك 13 لنومينور. كان ذلك سنة 29 من الألفية الثالثة، وقد كانت فترة حكم هذا الملك مفصلية ونقطة تحول في المملكة. فقد خاب من ظن أن حقبة تار كريتان ولت وأن ابنه لن يكون في مثل جشعه وسوء خلقه، ولكن كان الابن نسخة أسوأ من والده. وقد انقسم البلاط في عهده، وظهر بشكل جلي تيار المخلصين المحافظين على عقيدة النومنوريين وتيار الناقمين على البلار، حيث بدأ الكلام بشكل علني عن الإبحار غربا إلى المناطق المحظورة أرض البلار، والكلام عن الخلود الذي بدأ يرهق عقولهم. ولو أن الكلام عن البلار لم يتعدى حدود الاحترام بعد، فلا يزال لسادة الغرب رهبة وهيبة لدى الدنيدعين. كان ما يفسد عقول الرجال هو الموت، الموت الذي كان هدية إلوفاتار للبشر، وقد تحول اليوم من هدية إلى نقمة وأرق ينهك طموح الملوك الذين أفنوا سنوات عمرهم الطويلة التي تميزوا بها عن كل البشر في جمع الثروات والغنى. لم يتوقفوا في يوم عن البحث عن سر الخلود أو حتى أن يطيلوا عمرهم قليلا، ولكن في النهاية عرفوا أن لا جدوى من كل ذلك. شكى بعضهم ذلك لأصدقائهم من إلدار، أو لم تكن شكوى بقدر ما كانت احتجاجا، فبرروا ذلك بأن تلك الأفكار هي من ظل مورغوث الذي لا يزال يجوب أردا برغم نفيه، وأنهم ولدوا تحتها منذ آلاف السنين ولم تغادر فكرهم بعد. قالوا: لماذا يجلس سادة الغرب هناك بسلام دائم بينما نحن هنا يجب أن نموت ونتعفن دون أن نعرف إلى أين سنغادر؟ نترك كل هذا العمل وكل تلك الثروات خاضعين لإرادة البلار، بينما ينعم إلدار الذين تمردوا وثاروا ضد سلطتهم بالخلود والحياة الأبدية. قهرنا كل تلك البحار ولم تترك سكوننا ركنا من أركان هذا العالم إلا وقهرته، مع ذلك يمنع علينا حتى الوصول إلى أفالوني لنحيي أصدقائنا هناك. قال بعضهم: ولما يمنع علينا النزول في أمان ولو ليوم واحد لتذوق نعم سلطات العالم وبركتهم؟ ألسنا مميزين وعظماء بين شعوب أردا؟ تلك الهمسات التي تحولت إلى أصوات وقحة وصلت أذان البلار عبر إلدار، والذين عرفوا بالأمر وأخبروا أن ملوك نومينور بدأوا يتكلمون بالمحظور. استرسل مانوي وقد شعر بخيبة الأمل وهو يرى الغيوم تتلبد فوق مجد نومينور، فقرر أن يرسل رسالة إلى ملكها تار أتنامير. وهناك تكلم رسل مانوي عن المصير وصياغة العالم، وليسمع الجميع. قالت تلك الرسل: قدر العالم بيد واحد أحد، هو من وضع قوانينه وهو من يستطيع أن يغيرها. أما بالنسبة للأرض المباركة هذه فكانت تلك هديتكم، ومن قبل وفي رحلة بحرية نجوتم فيها من الفخاخ والخداع حتى وصلتم هذه الأرض. أما في أرض أمان هناك فلن ينفعكم إلا القليل، فتلك الأرض ليست بأرض مانوي، وليس مانوي من يمنح الخلود أو يحرمه، بل الخالدين هم من يقدسون المكان حيث يقيمون. ولو عشت أنت هناك فستذبل وينهكك المكان كالعت في الضوء القوي. قال الملك: جدي إيرانديل يعيش خالدا هناك، ألا تعرف ذلك؟ رد عليه رسول: بل أعرف، وأنت تعرف أن إيرانديل لديه مصير مستقل، فهو محكوم بمصير الجان كما أنه محكوم بعدم الخروج من تلك الأرض إلى الأراضي الفانية. أما أنتم البشر فانون، وهذا هو مصيركم منذ خلقكم إيرو. أما أنت فتبحث عن مصير كلا الجنسين، تريد أن تنال الخلود وتسرح وتمرح في أردا، تصبح في فالينور وتمسي في أرمينيلوس، وهذا لا يمكن أن يكون. ها
هديتكم الموت، ولا يمكن لأحد أن يسلبكم تلك الهدية. ثم تابع الرسول كلامه: أنت أيها الملك تقول أن إلدار يعيشون ويتمردون ويبقون بدون عقاب. الموت كما قلت لك ليس بعقوبة، ولا يمكن لأولئك أن يهربوا من عقابهم إلا إذا ماتوا، ولكن عليهم أن يستكملوا وجودهم وليبقوا مرتبطين بهذا العالم المنهك، ويدفعوا ثمن خطاياهم ويجنوا ثمار زرعهم، فحياتهم مسؤوليتهم، ولا يمكن أن تغادر روحهم هذا العالم. أما كلامك عن أن البشر يعاقبون بالموت فهذا غير صحيح، بل يهرب البشر من العالم بالموت تاركين كل ما فعلوه خلفهم حتى آمالهم وخيباتهم، وهذا ما يجب على الآخرين أن يحسدوكم عليه. أجاب بعض من يستمع: ثقة عمياء ومصير مجهول، نحب الأرض مثل ما يفعل غيرنا، وعلينا ألا نحسدهم على خلودهم، وهم عليهم أن يحسدوننا على فنائنا. أهذه من الحكمة أم من الجنون؟ أجابت الرسل: ذلك المصير بيد إلوفاتار، ولم يكشفه للبلار مثل كثير من الأشياء، ولكن ما نعرفه أن ذلك حقيقة، وبيتك ليس على هذه الأرض، وليس في أمان ولا في أي مكان ضمن دوائر هذا العالم المنظور. أكرر لكم أن الموت هدية، وما جعله نقمة عليكم هو خروجكم للحياة تحت ظل مورغوث، فصرتم تخافون الموت وتهربون منه، ونما داخلكم العناد والفخر والرفض لتلك الهدية حتى تأتيكم فتسلب حياتكم وتموتون. أنتم الدونيلاين أجدادكم من هرب من الظل إلى النور وقاتله ببسالة، فنال كل هذه المكرمة التي تعيشون فيها زيادة وفضلا عن أبناء جنسكم. نقول لك أيها الملك، كن حذرا وإياك، ثم إياك أن تخالف إرادة إيرو كما يطلب منك البلار، ألا تخسر ثقتهم خشية أن تجبر على ذلك الوثاق. وفي النهاية نأمل أيها الملك بأن أقل رغباتك محققة، وقد وضع إلوفاتار محبة أردا في قلوبكم، وليس في ذلك إلا لهدف قد لا تبصره أنت، وقد تمضي عصور قبل أن ينكشف هذا الهدف، وهذا الكشف سيكون لكم وحدكم وليس لأحد آخر غيركم. وكان يقصد البلار. انتهت تلك الزيارة ووصلت الرسالة إلى مسامع النومنوريين، ولكن ولأن الملك كان متجبرا كوالده لم يعطي لتلك النصائح هذه الأهمية، وكذلك أتباعه الذين كانوا يشكلون الغالبية العظمى من الشعب، فما زالوا يتمنون الفرار من قدر الموت إلى الخلود. والمصيبة أن مجرد التفكير لم يكن يروي عطشهم. وصلت نومينور إلى قمة مجدها، وقد عاش أتنامير عمرا مديدا ورفض أن يسلم الصولجان حتى توفي، وليتقلد الصولجان ابنه أنكليمون ليصبح الملك الرابع عشر لنومينور تار أنكليمون. كان ذلك سنة 2221. وكان من عادة الدونيلاين الزواج المتأخر بسبب عمرهم المديد، ومن عادة الملوك تسليم الصولجان إلى أبنائهم عندما يشعرون بضعفهم أمام قوة أبنائهم وكمال أجسادهم وحكمتهم. تار أتنامير الأول من بين الملوك الذي أنكر ذلك العرف ورفض تسليم الصولجان حتى بعد أن أصبح عجوزا خرفا وهجره من حوله. اليوم أصبح هناك ملك جديد لنومينور، ولكن يا ترى هل لدى تار أنكليمون من الحكمة أكثر من الذي كانت لدى والده؟ هل سيدفع تلك الغيوم المتلبدة عن نومينور هدية الآلهة؟ وهل ستقوم أنت بالاشتراك بالقناة أن تبقى رافضا لدعمنا؟ ماذا تنتظر؟ اشترك واضغط زر الإعجاب وزر الجرس أيضا، لما لا إذا كنت تنتظر الحلقة القادمة. إلى اللقاء.